كثيرة هي الأعمال والمهام التي يقوم بها أبناء الريف في تهامة، ولعل أبرزها هي الأعمال المرتبطة بالجانب الزراعي والحيواني. ففي هذه الأيام، وبالتزامن مع اقتراب موسم الأمطار، يستعد معظم المزارعين له بالجهد لتهيئة أراضيهم وتجهيزها من خلال حراستها قبيل الموعد بأشهر. هناك خطوات كثيرة، منها كلابة الأرض قبل هطول الأمطار، وبعد هطول الأمطار يجي أدي يزرعوا. طيب قلابة الأرض لماذا؟ لكي تشرب الأرض وتبرد. لمدة كم؟ قبل هطول الأمطار بشهور. في الزراعة كذلك تربية المواشي يعمل معظم أبناء الريف، لكن هذا بالنسبة للكبار. أما بالنسبة للصغار فمنهم من يهتم بالدجاج والديك ويتخذها مصدرا لجلب الرزق، فهذا الديك يختلف كثيرا عن منافسه من حيث قيمته المادية، بالتالي أسعار فراخه التي تنتج بعد تفقيس البيض، ويعرف بالديك الكبري لدى أهل الريف في تهامة، وله أنواع عديدة. في أنواع، في كبري كبير، وفي وسط، في كويتي. أيوة في كويتي. الكويتي أصلا إذا كبر ما يقدرش عاد يمشي زيادة، في بعض منها تطح في الأرض ما تقدرش تمشي، يعني من حجمها كبير. أيوة. طيب أسعارها في السوق كيف؟ ما بين كم وكم؟ في أسعارها في يتخالف، زي الكبري الوسط لا بس ولا بحش، وكبري كبير غالي. كم يعني؟ زيادة كبري كبير تبيعها بعشرة، كبري الوسط 5 ب6. بينما الزيتري؟ ها؟ الزيتري؟ زيتري بكله 1000 1500. ما ثمنش؟ لا 8000 ريال. يعمل الكل دون استثناء في ريف تهامة، أحدهم يحرث والآخر يقوم بعملية السقي، وهناك من يرعى الأغنام، وأخيرا من يختص بالديكة والدجاج، وجميعها أعمال تأخذ منهم الوقت والجهد ولأشهر، لكن ما يعولون عليه بعد الله ويعتمدون فيه بشكل رئيس في مصادر دخلهم هي الزراعة الموسمية بمياه الأمطار، حيث يأملون أن يكون الموسم القادم موسم خير تستوفي فيه الزراعة للحصول على خيراتها التي تغطي لدى معظمهم احتياجات العام بأكمله.